أهلاً وسهلاً بكم في محاضرة جديدة من دورة أوتوكاد. طبعاً في المحاضرة السابقة تعلمنا نبذة مبسطة وأخذنا الأمر لاين، وفي هذه المحاضرة راح نأخذ بقية الأوامر الرسم اللي هن الدرو. طبعاً في البداية راح ننشئ ورقة رسم جديد أو شيت جديدة. الآن راح نجي نفتح شيت جديد، طبعاً نجي إلى الكويك أكسس ومن ثم طبعاً نيو، ونختار ايكاد ايزو دي دبليو تي ومن ثم اوبن. ممتاز، تعلمنا الامر لاين والامر بولي لاين، وقلنا طبعا الامر لاين يرسم لنا خطوط منفصله والامر بولي لاين يرسم لنا خطوط متصله. يعني عندما اجي احدد هذا الخط اللي رسمته باللاين راح تكون الخطوط منفصله، اضغط سكيب راح يلغي لي التحديد. اما اذا اجي احدد هذه الخطوط اللي مرسومه بالامر بولي لاين راح تكون كلها متصله مع بعض. راح اضغط على كنترول اي حتى احددها كلها ومن ثم ديليت. نجي الى الامر سيركل. طبعا الامر سيركل يحتوي على مجموعه من الاوامر. مبدئيا راح ناخذ بعض هذه الاوامر وبقية الأمور راح نأخذها إن شاء الله بالأمثلة التطبيقية. طبعا عندنا هنا أول أمر اللي هو Center Radius. Center Radius يعني نقدر نرسم دائرة من خلال نحدد السنتر ومن ثم Radius. شنو يعني Radius؟ Radius يعني نصف قطر. جيد، يعني أنا مثلا عندي دائرة نصف قطرها 20 أو نصف قطرها 50، فأجي هنا إلى سنتر وأحدد السنتر. طبعاً أنا specify center راح يقول لي حدد لي مركز الدائرة، أضغط بالماوس كليك وراح يقول لي حدد لي نصف قطر الدائرة. مثلاً راح أكتب 50 من الكيبورد ومن ثم موافق. إذا ألاحظ أنه هذه الدائرة نصف قطرها 50، مثلاً دائرة نصف قطرها 67، فأجي اللي هنا أنا إلى السيركل وأحدد المركز وأختار مثلاً 67 ومن ثم موافق. صار عندي دائرة معروف نصف قطرها. جيد، راح أحذفهن من خلال الديليت. ثاني أمر اللي هو سنتر دايميتر. شنو يعني سنتر دايميتر؟ يعني أنه أنا عندي القطر وليس نصف القطر. طيب شنو يعني قطر وشنو يعني نصف قطر؟ خلي أجي أرسم دائرة. نصف قطر اللي هو راح يكون بالمركز، يعني هاي المسافة تسمى نصف قطر. المسافة من المركز إلى نهاية الدائرة تسمى نصف قطر. أما القطر المسافة من نهاية الدائرة إلى نهاية الدائرة الأخرى، يعني هذه المسافة كلها القطر. يعني باختصار القطر هو ضعف نصف القطر. يعني إذا دائرة نصف قطرها 50، القطر هو 50 × 2 يساوي 100. جيد، مثلا عندي دائرة قطرها 100، فأجي أختار السنتر دايميتر، راح أحدد نصف القطر، وطبعا راح يطلب من عندي تحديد القطر اللي هو 100 ومن ثم أوكي. أو عندي دائرة قطرها 150، نجي سنتر دايميتر ونختار المركز ومن ثم نكتب 150 القطر ومن ثم أوكي. جيد، الآن تعلمنا شلون نرسم دائرة بنصف القطر وشون نرسم دائرة بالقطر. جيد، عندي هنا 2 point و 3 point. شنو يعني؟ يعني مثلا أنا عندي خط، هذا خط انتر، وعندي خط آخر، هذا خط آخر. جيد، عندي هذين خطين، هذه نقطة وهذه نقطة، وحبيت أرسم دائرة ما بين هذه النقطة وما بين هذه النقطة، وما أعرف المساحة، لا القطر ولا أعرف نصف القطر، ما عندي هذا نصف القطر شقد ولا عندي القطر شقد، ولكن اللي عندي انه الدائرة تمس هاي النقطة وتمس هاي النقطة، شنو اللي اختار وشون ارسم هاي الدائرة؟ اجي الى الامر سيركل واختار 2 بوينت. طبعا راح يطلب من عندي تحديد النقطة الاولى، احددها بالماوس ومن ثم احدد النقطة الثانية بالماوس، راح يرسم لي دائرة بين هذين الخطين من دون ان احدد لا نصف قطر ولا قطر. جيد جدا، جيد، هذه اللي هي 2 point. زين، ال 3 point شنو؟ عندي ثلاثة خطوط أو ثلاثة نقاط، يعني عندي هاي نقطة، أو مثلا خلينا نرسم خط عدل، عندي مثلا هذا خط ومثلا هذا خط
وايضا باللاين عندي هذا خط. عندي هذه الخطوط الثلاث، اريد ارسم دائرة تمس هذه الخطوط وما عندي لا نصف القطر ولا عندي القطر، شنو اللي اسوي؟ راح اجي اختار الثري بوينت، هذه الثري بوينت راح يقول لي حدد لي النقطة الاولى ومن ثم النقطة الثانية ومن ثم النقطة الثالثة، راح يرسم لي دائرة تمس الخطوط الثلاثة من دون ما احدد له لا نصف القطر ولا القطر. جيد، طبعا احرك اضغط على الرول اللي بالماوس، ابقى ضاغط واحرك. زين، عندي بعد تان تان راديوس وعندي تان تان تان. جيد، راح ناجل التان تان راديوس لاحقا حتى ناخذ مثال تطبيقي، ولكن راح نشرح التان تان تان. جيد، عندي دائرة مثلا، هذه هي دائرة، وبإمكاني طبعا أضغط على انتر حتى أعيد الرسم دائرة، وعندي هاي دائرة وعندي هاي دائرة أخرى. جيد، عندي هاي مجموعة من الدوائر، طبعا هذني مجموعة من الدوائر مو نقاط، يعني إذا نجي لهنا هنا عندي نقاط، هاي نقطة وهاي نقطة وهاي نقطة، هنا عندي دوائر، هاي الدوائر مجموعة من النقاط، وأريد أرسم دائرة تمس هاي الدائرة وتمس هاي الدائرة وتمس هاي الدائرة، يعني تكون بهذه المنطقة وما عندي لا نصف القطر ولا عندي القطر، شنو اللي أسوي؟ راح أخذ إلى تان 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 اللي هو مماس أول مماس ثاني مماس ثالث، فأجي أضغط على هذا الأمر راح يقول لي حدد لي المماس الأول هذا، المماس الثاني هذا، المماس الثالث هو هذا، راح يرسم لي دائرة بيناتهم. طبعاً مو باللازم إنه هذا يكون الأول، أي واحد أبدي بيه لا بأس، المهم أحددهم ثلاثة. هذا بالنسبة لي الأمر سيركل. جيد، طبعاً بالنسبة لي الأرك يحتوي على مجموعة ضخمة من الأوامر، وإن شاء الله راح نخصص له المحاضرة خاصة لرسم الأرك لأن مهم جداً. فقط راح نختار هسه الستارت سنتر إند، طبعاً راح يطلب من عندي الستارت، حدد لي النقطة البداية و specify center، وراح يطلب من عندي نقطة النهاية مثلا هذه النقطة، راح يرسم لي قوس، إذا لاحظ هذا هو القوس، يعتمد على نقطة البداية والسنتر ونقطة النهاية. جيد، نجي إلى هذه الأوامر، عندنا هنا طبعا الريكتانجل، هذا الجزء اللي هو ريكتانجل، نضغط عليه. طبعا بالنسبة للريكتانجل أقدر أرسمه بعدة طرق، يا أما نقدر نرسمه من خلال طريقة الكورنر، يعني نحدد الركن الأول ونحدد الركن الثاني، هذا راح يرسم لي الركتانجل من خلال الأركان، هذا الركن الأول وهذا الركن الثاني. طبعا هذه الطريقة تستخدم مثلا أنا لو عندي خط، هذا خط مثلا، وعدي هذا خط آخر مثلا، وحبيت أرسم مستطيل بهذه المنطقة، أجي إلى الركتانجل وأحدد النقطة الأولى أو الركن الأول، أحدد الركن الثاني، راح يرسم لي هذا المستطيل. طبعا أستخدم هذه الطريقة في حال لو ما عندي يعني المساحة، ما أعرف هذا شقد وما أعرف هذا الارتفاع شقد، بس أعرف هاي النقطة وهاي النقطة وأريد مستطيل يمسه. جيد، نجي إلى الطريقة الثانية، راح نضغط على الركتانجل. طبعا الطريقة الثانية اللي هي أريد أرسم مستطيل أعرف الطول والعرض، أو مربع أعرف الطول والارتفاع، راح أجي أحدد نقطة الركن الأول، أحددها بأي مكان أنا أريد أرسم، مثلا بهذه هي المنطقة، راح تظهر لي قائمة هنا، طبعا عندي هنا يا أما الأريا المساحة أو الدايمنشن اللي هو الأبعاد، مثلا أنا عندي الأبعاد اللي هو 50×50، أجي هنا أضغط على الدايمنشن، يقول حدد لي الطول الأول مثلاً راح يكون 50، أضغط على إنتر، وراح يقول لي حدد لي الطول الثاني، راح أضغط أيضاً 50 ومن ثم إنتر، راح يرسم لي، أضغط كليك راح يرسم لي المستطيل أو المربع. طيب لو عندي مستطيل 50×100، أجي إلى الركتانجل وأحدد الركن الأول وأختار دايمنشن، راح أحدد 50 إنتر ومن ثم 100 إنتر، ومن ثم راح يقول لي اضغط لك كليك وين تريد تخليه، راح أقول له مثلا بهذه المنطقة، راح لاحظ أنه راح يكون عندي 50×100.
طيب أنا بالبداية أكتب 50 لو أكتب 100، والخمسين شنو هي، طول لو عرض؟ طبعا هو بالبداية راح يطلب من عندي المساحة الخاصة بالأكس، وبعدين يطلب من عندي المساحة بالواي. دائما بالرسم الهندسي وبعلم الحاسوب بشكل عام، دائما أول ما يطلب مساحة الأكس وبعدين يطلب مساحة الواي. يعني إذا أنا أريد العرض يكون 100 والارتفاع 50، لابد انه اخلي الاكس اللي هو 100 وبعدين اخلي الواي اللي هي 50. ما يصير اخلي اول مرة الخمسين وبعدين 100، راح يصير بالعكس. طيب اذا انا اريده بالعكس يكون عرضاني، فاجي الى الركتانجل، احدد هذه الجزء واختار دايمنشن، فاحدد العرض، العرض اللي هو الاكس شقد العرض 100، ابدي بالعرض اللي هو 100، انتر. بعدين احدد الارتفاع اللي هو الواي شقد 50، اكتب 50 ومن ثم انتر، راح يكون بهذه الطريقة. طبعا حتى لا يكون حجم الفيديو كبير، راح نكتفي بهذه المحاضرة ونلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.